وينضم إلينا عبر الإنترنت من عمان الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية سابقا. أهلا وسهلا بك فريد. الفريق قاصد محمود، ما أبرز ما لفتك في صور العمليات التي بثتها المقاومة؟ تحياتي لك والمشاهدين. الحقيقة ما يلفت أن المقاومة في كل يوم تثبت أنها لا زالت على أعلى مستويات الحضور القتالي والإمكانيات القتالية بكافة الوسائل والأساليب والتكتيكات المختلفة. حقيقة يعني ما شهدناه في آخر 48 ساعة من عمليات الحضور خلف الخطوط باختراق غلاف غزة إلى عقر قيادة الفرقة المقاتلة في رفح، ثم قبلها بيت حانون والعملية المعقدة ذات المراحل الأربعة والخمس مراحل، ثم آخر 48 ساعة ما نشهد في نتسريم من سراء القدس وفي شرق رفح للقسام الذين يبدعون حقيقة بمواجهة آليات العدو المتوغلة بهذا الاتجاه. نحن هنا أمام كتيبة رفح التي أعتقد تبحث عن أيضا فرصة لإثبات وجودها بشكل واضح في القتال، وهذا ما قدمه لها العدو من خلال توغله واقترابه من شرق رفح. فبالتالي لا تزال الوحدات أو عناصر المقاومة الأمامية التي تواجه القوات المتوغلة في المراحل الأولى تقوم بنشاطات قتالية واضحة تماما، مخطط لها سابقا، تعلم من أين تظهر وكيف تظهر، وهناك واضح أن هناك تنسيق بين مجموعات القتال الصغيرة. شهدنا أكثر من 7 عمليات استهداف مصورات في هذا الفيديو الذي عرضته، لكن هناك عمليات أخرى أيضا أوسع. إذا المقاومة ما زالت تفاوض ميدانيا بشكل قوي جدا وواضح جدا. أولا يكذب كل السرديات الإسرائيلية التي تتحدث عن إضعاف المقاومة وتفكيك كتائبها وإغلاق أنفاقها وتدمير أنفاقها حقيقة، ثم أنها أيضا هذه القوات الإسرائيلية التي جربت المقاومة تعود مرة أخرى لتواجه نفس حالة الفشل، لتتعزز نظرية الإعاقة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل عام وفي أي منطقة مواجهة بشكل خاص. حقيقة في رفح أيضا هناك مواجهات عنيفة جدا بنفس المستوى بنفس القوة كانت بالأمس واليوم، أيضا شهدنا شهداء الأقصى أيضا نفذوا عمليات استهداف وقصف على تجمعات العدو، وهناك أيضا في الشمال إسرائيل القدس أيضا تنفذ عمليات قصف واضحة بالمدفعية بالهاونات وبالصواريخ على القوات الموجودة في نتسريم. وطبعا معروف أن نتسريم هو القاطع الجغرافي الأهم عند إسرائيل في المرحلة الحالية من حيث محاولة إثباته وتأمينه من تدخلات المقاومات، حقيقة على اعتبار أنه يشكل القاعدة اللوجستية والعملياتية القادمة للقوات الإسرائيلية إذا ما أردت أن تبقى في غزة. فبالتالي مشهد عملياتي يتطور ويتجدد والمقاومة. وعن هذا المشهد العملياتي الفريق قاصد، عن هذا المشهد العملياتي وقد أشرت إلى عدد من العمليات التي وصفتها بالنوعية التي قامت بها القسام في عدد من المحاور، ما هي الدلالات الواضحة هنا لقدرات القسام التكتيكية والاستراتيجية، وما الذي يتطلبه من إمكانيات لدى المقاومة حتى تتمكن من القيام والنجاح بهذه العمليات؟ يعني أولا المقاومة يعني يدخل فيها التكتيكي بالعمليات بالاستراتيجي، بحيث أن المقاوم الواحد يستطيع أن ينفذ عملية بنفسه وهي تكتيكية بتكتيكات معينة، لكنها تهدف تخدم الهدف العملياتي للمقاومة، ثم بالتالي تخدم الهدف الاستراتيجي لرد وصد هذا العدوان ووضعه في مربع الخسارة والفشل بشكل دائم. لكن ما يتعلق ب حضور المقاومة العملياتي وانتشاره في هذا الجغرافيا الكاملة حقيقة أيضا يؤكد الصورة التي أرادت المقاومة أن تثبتها دائما، وهي أن المقاومة ما زالت في حالة إمكانيات قتالية كافية تضمن لها أن تقاتل لأمد زمني غير محدد حقيقة، وهذا معلن بشكل رسمي من الناطق الإعلامي للمقاومة، وأيضا تثبت الأيام ويثبت الميدان. لكن الأهم أن مستوى القيادة والسيطرة وضبط العمليات وإيقاع العمليات سواء كان بالشمال في بيت حانون أو في الجنوب في رفح أو خارج الغلاف أو بكل أنواع الوسائل والقتال أو بتعدد فصائل المقاومة يدل أننا أمام نظام عسكري مقاوم متكامل يدار بطريقة سيطرة وقيادة عمليات
مشتركه متقدم ومتطور جدا، وناجح حتى الان في ان يوقع الخسائر المطلوبه، وان يثبت ان هذا العدوان الاسرائيلي سيتحمل الكلف الباهظه الغاليه بغض النظر عن ما يقوم به من تدمير وقتل للابرياء والمدنيين. فبالتالي النتيجه الوحيده هي ان يكون هناك قناعه تامه، واعتقد ان هذه القناعه بدات الان تظهر بشكل واضح وعلني، ان هذا العدوان وصل الى افق مسدود، وانه فاشل بكل المعايير، وان امتداده الزمني سيكون اكثر تعميقا لفشله. وهنا اعتقد اننا امام صوره مفاوضات ميدانيه قتاليه عملياتيه هي من تتصدر المشهد، على حساب صوره المفاوضات المتعثره او ذات الاشكاليات المتعدده حقيقه التي تدار في الغرف المغلقه او بين الوسطاء. نعم، من عمان الفريق قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية سابقا، شكرا جزيلا لوجودك معنا.